باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر أرميا النبي، بيقول فيه: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، بمعنى أن الإنسان مش ممكن يقدر يرسم طريقه ويمشي فيه زي ما هو مخطط له أو زي ما هو عايز، مش ممكن، لأن الإنسان قاصر وما يعرفش الظروف اللي بتحصل كل يوم وما يعرفش إيه مخبيه المستقبل. فبيقول كده صراحة: ليس الإنسان يمشي أن يهدي خطواته، لازم مع الأحداث اللي بتحصل دي ربنا يهدي خطواتي، يخليني أتفادى أحداث معينة أو أدخل في حاجات معينة أو في تدابير معينة. الله له خطة في حياة الإنسان، والطريق اللي بيرسمه هو الله، يرسم لكل إنسان طريقه وإزاي خلاصه، طريق خلاصه يرسمه له ربنا ويدبره له ربنا مش الإنسان. أحيانا الناس تفكر في طرق إزاي يكسب أو يعيش في الأرض في الأمور الأرضية، ويخطط ويتكتك ويدبر، ورغم هذا ما يقدرش يهدي نفسه. ما بالنا الأمور الروحية والناس اللي بتدور على خلاص نفسها، الله بيدبر خلاصنا. عشان كده لابد من القيادة، قيادة الله لنا، وده بيتم بروح الله القدوس اللي اداهولنا، روح الله اللي اداهولنا. قال: لا أترككم يتامى، أديكم الروح القدس يعلم، يرشد، يبكت، يفهم الإنسان حاجات كتيرة، ينير، يعلن. فالروح القدس ده هو العطية الكبرى اللي يرشدنا فيها ربنا. فاللي بينقادوا بروح الله يقول لنا هم دول بقى أولئك أبناء الله. يبقى أنا ابن لله، لازم تنقاد بروح الله. طب هيقابلني في السكة مصاعب كتير، لا ما تخافش، ربنا عارف ان هذه المصاعب اللي بتقابلك عارف ازاي ينقذك منها وازاي يحولها للخير، واداك الروح القدس عشان يتعامل مع هذه المصاعب. احيانا ما نظنه ان هو في مصلحتنا ما يكونش في مصلحتنا، وما نظنه ان هو ضد لينا ويعطلنا ما يكونش ده اللي يعطلنا. فالمهم هي هنا القيادة بالروح، ودي عايزة الروح القدس، صلوات بالروح القدس دايما. عشان كده بيقول مبارك الرب، بيبارك ربنا يعني بيشكره وبيمدح ربنا واللي بيعمله ربنا، بيستعجب منه يوما فيوما يحملنا إلى خلاصنا، كأنه شايلني وماشي بيا كده. وكلمة إله خلصني يعني اللي بيخلصنا. عشان كده مش عايزين نزعل لو لقينا في السكة مصاعب بتعطلنا، مشوار رايحينه، مشروع هنعمله، ضيقات جت، متاعب جت، نقول إله خلصنا هو اللي بيحملنا، مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلصنا. نزعلش، ما نتضايقش. في إشارة من ضمن الإشارات كده في المرور إن أنا أمشي معاه، يكتب لي سهم كده معوج، يعني أمشي مع المنحنى دوت. فأمشي وأطاوع وأخضع لكل أمور تيجي في حياتي مش أنا مخططها، جت غصب عني أو جت فرضت عليا، أشكر ربنا، لكن أستعين بالله إن هو يسندني ويقويني ويكشف لي ويعلمني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.